اكتشاف عين هيت. رجعنا لكم من جديد بمقطع جديد شباب. الاسبوع ما نزلت مقطع، بس اوعدكم كل اسبوع ان شاء الله انزلكم مقطع. ذي المرة المقطع ان شاء الله هو اكتشاف عين هيت. صراحة انا شفت في النت وتعليقات الشباب عن عين هيت، صراحة ابي اكتشفها، ابي اروح لذي المكان ذا، واكتشفته في النت والصورة صراحة عجبني. هذا عين هيت، يقول لك ميزة عين هيت انها بين الجبال وفيها عين. الصراحة تعرفون في الرياض ما في بحر، كله تمامه بر تراب. نبي نكتشف ذا المكان، اللي واحد يعرف عن ذا المنطقة يكتب لي في التعليقات، وينصحني عن ذا المنطقة ويعرف اماكن ثانية يكتب لي على التعليقات عشان اروح له. سلام. واهم شيء الاشتراك واللايك والنشر يا شباب، لا اوصيكم. والحين يا شباب رايحين ان شاء الله على عيني. سلام، وصلنا جبال هيت. دحين يا شباب راح نكتشف ان شاء الله هو جبل عين. جبل عين، هذا جبل عين حق اللي فيها عين هيت. وراح نكتشف ان شاء الله، ما نمشي الا على طريق السيارات. شوف لان سياراتنا مرة صغيرة وقفناها هناك ماشيين فيه. الحين يا شباب انا بنزل تحت وبشوف. اوكي، هذه نزول هيت، الان ننزل هيت. والله النزول صعب يا شباب، اللي ما عنده لياقة يخيس.
بس شوفوا المنظر كيف. بصوركم ذحين المنظر مرة قوي. عجبكم المقطع يا شباب؟ لا تنسوا باللايك والاشتراك يا شباب، ولا تنسوا زر التنبيه. سلام.